احكي لنا قصة انتقال حسين فيصل من نادي الزمالك لنادي سموحة. ايه اللي حصل؟ غير ولا مليم. ايه اللي حصل بقى؟ عملت الصفقة دي ازاي؟ أنا قعدت متتبع الساعة 12 بالليل القيد اتقفل. القيد ايه؟ اتقفل. لا قبل ما يتقفل أول ما القيد الأول اتقفل على طول رحت أنا طالب استعلام عنه. بس انا طبعا كنت مضي اللعب. طيب انت كنت متابعه من فتره ولا طبعًا كان حد وكيل عرضه عليك ولا كان ايه؟ يا بيه انا بص ما اجيبش لاعب الا اكون انا شايفه بعيني استحاله. وحتى في لعيبه كتير انا ما شفتهاش بعيني وتوقعت لها النبوغ، وفي لعيبه طلعت الشيك ورحت اجيبها لغايه هناك، والمدير الفني اللي في ذلك الوقت اللي ممكن اقول اسمه اصر ان انا ما اجيبهاش وما جبتهاش، وبقت نجوم النجوم النجوم، حمدي فتحي اسمه ايه ده ابراهيم عادل. ابراهيم عادل عادل طلعت شيك ب 900,000 جنيه لنادي المريخ البورسعيدي. المريخ البورسعيدي. وبرده الثاني طلعت شيك برده حمدي فتحي ب 700,000 جنيه. وبعدين هنروح بعيد ليه؟ الدكتور احمد عاشور يقول لك المدير الفني اللي كان ماسك دمنهور في ذلك الوقت كان الكلام بينا قد ايه على حمدي فتحي. احمد فتوح. احمد فتوح طبعا الباك الشمال ده انا شفته كنت هاخده فري. الاداره الفنيه قالت لا فخدنا اعاره. مين شاف فيه. طبعا مين شاف محمد عبد المنعم بس خدته عارة. احمد عبد القادر مين طلع احمد عبد القادر. ناصر ماهر. ياسر ابراهيم خدته فري. مين اللي بيدلك على اللعيبه دي اللعيبه المغموره وبعد كده بيبقوا نجوم؟ هل في وكيل معين بيكون معاك ولا ايه اللي بيحصل بالظبط؟ لما اسمع على لاعب لازم اشوف له ماتش وماتشين وثلاثه، وبعد كده عندي واحد ابعته بقى يجيب لي هذا اللاعب. وفي ناس من غير ما تترشح يعني. عارف مين اللي جاب اللاعب الافريقي اللي في بيراميدز اللي بيلعب في نص الملعب اللي ما بيلعبوش كل ماتش دلوقتي اسمه ايه؟ تراوري. تراوري مين اللي جابه مصر؟ انا. وقعد 22 يوم في سموحه والمدير الفني في ذلك الوقت ما رضاش يلعب. طيب صفقه خطفتها من الاهلي والزمالك وعمرك ما تنسى التفاصيل دي. كتير حاجات كتيره. حاجات زي كتير. مين مثلا؟ كتير. انا هقول لك ايه ولا ايه؟ ده انا اللاعبين ده بحر كتير. ليه اللعيبه كانت بترضى تيجي لي انا اقصى لاعب دفعت له في السنه 2.5 مليون ليه؟ وكان يبقى معروض عليه 5 و6 مليون. ليه كانوا بيجوا لي؟ عشان عارفين ان انت تقدر تبيعهم بمبالغ كبيره. انت تعرف ان ياسر ابراهيم ده كان عقده انتهى وانا جددت له عقده قبل ما يتباع وما كانش معروف. ورجب بكار نفس الوضع. يعني قالوا لي ايه باشمهندس جدد لنا العقد عشان تبيعنا كويس. المهدي سليمان. مهدي سليمان برضه نفس الوضع. والهاني سليمان ما انا جبته من غير ولا مليم. وغيره 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 افضل اعد لك عشرات. وياسر ابراهيم من غير ولا حاجه عشرات اللاعبين. تمام. وعلاء علي مين اللي عاد اكتشافه؟ الله يرحمه. الله يرحمه. مين؟ بعد ما ده سابه وده سابه وده. وايمن اشرف ما انا خدته من غير ولا مليم من الاهلي مثلا. واسلام محارب ما انا خدته من غير ولا مليم. وابراهيم عبد الخالق مين اللي عارف ابراهيم عبد الخالق؟ ابراهيم عبد الخالق ده كان هو وطارق حامد احسن خط وسط في مصر. جمهور الزمالك غضبان من المهندس فرج عامر انه في وقت من الاوقات بينزل وقت ازمات نادي الزمالك بينزل صور مع رموز النادي الاهلي والمعروفه اعلاميا بشله الغردقه. تردك عليهم ايه؟ كلام ملوش معنى طبعا. انت بتتصور مع ناس اصدقائك. انت لما بيكون لك صديق انت مش بتصنف الناس. يعني مثلا حضرتك مثلا يعني انا في صداقه بيني وبين حضرتك بغض النظر حضرتك اهلاوي حضرتك زملكاوي مش ملهاش علاقه. العلاقات الانسانيه مش بالاهلي والزمالك. علاقتي الانسانيه والصداقه باي حد عمرها ما تكون موجهه ضد حد اخر. ده كلام غير منطقي وكلام جديد على مش مجتمعنا على اي مجتمع في العالم. في العالم انت مش بتقعد مع حد عشان لا قدر الله تتامر على انسان تاني. ده دي تصرفات غير طبيعيه وغير منطقيه الكلام ده. لكن انا بحترم جمهور الزمالك. مفيش بيني وبين جمهور الزمالك اي مشكله وانا اصلا مفيش بيني وبين الزمالك اي مشكله. والدليل ان انا مرارا وتكرارا اديت للزمالك لاعبين ممتازين بغض النظر اهلي عايزهم او الزمالك عايزهم. الزمالك لما اشتراهم مني انا اديتهم للزمالك فورا واتفقت معاهم. واي فلوس بتجيلي بعد الاتفاق لا يمكن بعمل كده وبنفذ اتفاقي. هل فكرت في يوم من الايام انك كنت تتعاقد مع محمد صلاح؟ محمد صلاح ما كان في المقاولين؟ لا 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 لا, لا. لا ده ليه وقعة بقى ظريفة جدا. أنا كنت مسافر وكنت أعتقد في تركيا في ذلك اليوم. وكان رئيس النادي الدكتور إسماعيل
الله يرحمه طبعا ويحسن اليه، اسماعيل فايد، كلمته كان يوم ماتش المقاولين العرب وسموحه كانوا بيلعبوا، فاول ما كلمته قال لي النهارده بقى اطمئن، قلت له ازاي؟ قال لي هنكسب كتير قوي، قلت له ازاي؟ قال لي ده لسه عدى دقيقتين وكورتين في العارضه، قلت له معقوله؟ قال لي اه، قلت له يا صلاه النبي، قال لي كره في العارضه وكره في القايم وانفردنا. الدقيقه 10 كده بكلم واحد اداري عندنا في النادي بقول له ايه الاخبار؟ قال لي 2-0، قلت له الحمد لله الحمد لله، قال لي علينا مش لنا، قلت له ليه؟ قال لي ده في ولد صغير كده اسمه محمد صلاح عدى من المدافعين كلهم رقصهم في الدقيقه 7 حط جون، وفي الدقيقه 8 عمل نفس العمله وحط جون تاني. قلت يا نهار اسود الحكايه دي معقوله؟ ده دول اكيد ما ينفعوش. كان هو محمد صلاح. محمد صلاح دي حاجه طفره، ما تعرفش مين ممكن يبقى زي محمد صلاح. ربنا حط فيه سمات شخصيه معينه، وهو عنده اراده معينه وعنده موهبه، بس هو عنده سمات شخصيه اقوى من موهبته، وعنده اراده اقوى من موهبته، وعنده تحدي اقوى من موهبته. زي بسنت، بسنت دي كنت انا مصرح لها انها تتمرن في نادي سموحه، لكن هي ما كانتش عضو في نادي سموحه، كانت امها مديره فنيه للجمباز في نادي سموحه. انا قابلتها وسلمت عليها، منظرها كانوا يقولوا لي دي بطله الجمهوريه، لكن بص بسم الله ما شاء الله دي طفره.